قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هل هذا أيضا بالنسبة للدكتور فراس السواح يدخل في إطار الأسطورة؟ نعم نعم يدخل في إطار الأسطورة، لنحن نريد أن نعرف ما وراء هذه القصة. بعدين الحجاب ليس فريضة إسلامية، الحجاب ليس فريضة إسلامية، لا يوجد عليه نص لا من قرآن ولا من حديث. نعم. وعلينا الآن أكرر أن نتخلص من هذه الظاهرة، هي ظاهرة تخلف، وكل امرأة تضع حجابا على شعرها تعترف بأنها عورة.